سيدنا احنا عندنا الدورة في اربع اسس فيها، ماشي؟ نعم اولا مشرف، المشرف على الدورة هو فضيلتك. عندنا البرنامج المحطوط، الموضوع لهذه الدورة. عندنا المحفظ، عندنا الطالب. تمام كل واحد عارف دوره، وكل واحد دوره مكتوب ومعروف هيعمل ايه. تمام عايزين بقى ايه دور المشرف حضرتك؟ المتابعة بتتم ازاي؟ المشرف، وإن كان ربنا شرفني بأن أنا أكون مشرف عام، معايا مشرفون آخرون نعم في كل دورة، بيبقى معايا مشرف مساعد أو اثنان. المشرف لابد أن يكون حافظا للقرآن حفظا جيدا. نعم ليه؟ لأن المشرف بيجري الاختبارات، المشرف بيقسم الحلقات وبيوزع الطلاب وبيوزع المحافظين، وبعدين بيتابع البرنامج مع كل محافظ ومع كل طالب. تمام كل يوم لازم يقعد مع الحلقات ويشوف هل فعلا البرنامج بيتحقق ولا المحفظ ماشي بطريقة تقليدية أو طريقة قديمة. يبقى لا انا بتابع، يبقى المشرف، بيتابع المشرف اللي مع حضرتك بيتابع المحفظ في ادائي في أدائي، والبرنامج في تنفيذي. والطلاب بنعملهم اختبارات نعم كل يومين كل ثلاثة، بيجي بنشوفه أنت وصلت الخمس أجزاء نعمل لك فيها اختبار. أنا اقتنعت كمشرف إن القرآن في ذاكرته، بنقله على الجزء السادس واقول له على بركة الله. ما اقتنعتش بقول له توقف وراجع لي مرة تاني عشان هتختبر مرة أخرى. طب لو تعثر، يعني المحافظ معاه مجموعة من الطلب، لو تعثر طالب أو أكثر من طالب، يعني هل بيجنبوا مع محافظ بشكل خاص ولا بيستمروا في مع المجموعة؟ لا، بنعيد تنظيم الحلقات بعد أسبوعين. تمام الأسبوعان الأول والثاني بيبقى يعني محك، اللي هو التجربة، يعني بنشوف مين تحديد مستويات. المتميز قوي ومين اللي بعد منه ومين اللي بعد منه، فبنعيد تقسيم الحلقات مرة أخرى. الحلقة المميزة بحط فيها ثلاثة، الحلقة المتوسطة بنحط برضه فيها ثلاثة، وبفضل الله ما فيش حلقة ضعيفة. يعني ليه؟ لأن كلهم خطوا الاختبار الاختبار الأولاني. لكن يعني هي ملكات، ده في واحد بيحفظ الصفحة في 5 دقايق، بنخليهم مع بعض بيبقى في تنافس، اللي بيحفظها في 10 دقايق مع بعض، اللي بيحفظوها في ربع ساعة مع بعض. لو أكتر من كده بنحاول بقى نشوف إيه المشكلة، المشكلة فين. يمكن يكون بيسهر ما بينامش كويس، يمكن يكون بيتابع الفضائيات أو الكرتون أو النت أو ده يسحب بقى، الفيسبوك يسحب أو أو المحفظة. أو نعم لذلك مولانا إحنا بنخليهم في المسجد، يعني خاصة في شهر رمضان، إقامة كاملة جبرية نعم واعتكاف وأكل وشرب فطار وسحور وإقامة كاملة في المسجد، ما بيخرجش إلا يوم الخميس ويرجع لنا يوم الجمعة. بشكل الداخلية يعني. بنبعده عن أي مؤثرات خارجية نعم عشان نقدر فعلا نهيئ له الجو، جو الحفظ، حفظ القرآن. طب هل في تعويض للجانب دوت؟ يعني هل في شيء من الترفيه؟ انت عارف حضرتك ان لما امسك المصحف واقعد اقرا فيه، وبالذات الاطفال يعني، ويقعد يعني مع القران طول الوقت، هو محتاج جانب برضو من جوانب اللي تخليه يعني يخرج شويه عن الاطار ده تمام ثم يعود تاني، يعني من باب التنشيط يعني. تمام احنا عندنا طبعا جانب الترفيهي وهو جانب تنشيطي للطلاب وللطالبات. بنجمع الاولاد كل يوم وبنتكلم معاهم في شيء معين خاص بالثقافة أو خاص بالحديث أو خاص بالتفسير أو خاص بالتجويد. نعم وبعدين أحيانا إذا كان الجو مناسبا بنقول لهم اخرجوا العبوا شوية، تمام العبوا شوية بس بعيد عن حر الشمس. نعم لأن احنا لو سبناهم، احنا طبعا بنعمل الدورات في الصيف، نعم لو سبناهم تحت حر الشمس الولد هيتعب مش هيعرف يحفظ. أكيد لكن دون إسراف حضرتك، في بعض الناس بيعملوا دورات، فبيعملوا ايه؟ بيخلوا الطالب ينزل في حمام السباحه كل يوم ساعتين، يرجع من حمام السباحه خلاص مجهوده ضاع، جسمه مش قادر، عاوز ينام، مش هيقدر يحفظ قران. يعني احنا بنقول ترفيهي لكن بلا اسراف بلا تفريط. وبعدين مولانا من التجربه واحتكاكنا بالاولاد بينمو عندهم روح التنافس. احنا عندنا اولاد كنا يا اولاد روحوا، لا بيقعد في المسجد مش عايز يمشي نعم لغايه الساعه 11 بالليل و12 بالليل مش عاوز يمشي. ما بس الروح دي اظن مهمة جدا 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 جدا، بيبقى لانه هو خلاص حط هدف وعاوز يختم القران وعاوز ينافس زملائه في الحلقه. نعم فلازم
انا يعني ما بقولش كلام في الخيال، الناس اللي طول عمرهم يقولوا يا جماعه الترفيه، يا جماعه حرام، يا جماعه هنحبس الاولاد، ده اولادهم مش هيحفظوا القران. اللي عاوز يحفظ القران يعمل زي اولادنا في جنوب شرق اسيا، بيدخلوا في مدارس مغلقه. بس هم مختلفين عننا برضو يعني.